التوكالي غادر هو الآخر طبعا بين شوطي اللقاء، ونزل بديلا من خالد محمد صالح. الله الله الله، يجب أن يسجل واضح نواياه منذ انطلاقة الشوط الثاني علي إياد يستحق أن يسجل لمجهوده، لعطاءه، للنشاط الذي لا يتوقف في الخط الأمامي. يصل الآن، شوف الكرات الطولية اللي ترسل ساقطة، جدو إلى ماجد، يا السلام على اللمسة، يا السلام بخبرة السنين، أي استقبال ثم أي إنهاء يا علي علوان، أي استقبال وأي إنهاء في الهدف الثاني للشمال بأقدام النجم الأردني الشاب علي إياد علوان. استقبال رائع ثم إنهاء أروع ثم ثاني الأهداف لمصلحة الشمال، يؤمن على النتيجة على الهدف.